يا صباح الخير مجددا بكل متابعي ومستمعي صباحك مسكرجان اللي نكفي حلقتنا لليوم. وبهي الفقرة تحديدا رح نحكي عن كاتب ومؤلف سوري حصل على جائزة الطيب صالح لأدب الأطفال. رح نحكي أكثر عن واقع أدب الأطفال اليوم في العالم العربي بشكل عام وعن واقع القراءة في الشمال السوري بشكل خاص. بينضم معنا على الهواء مباشرة الكاتب عمار الأمير، الكاتب والمؤلف السوري، بينضم معنا من إدلب. على ما يبدو الاتصال لسه مو جاهز، أكيد بانتظار الأستاذ عمار لينضم معنا نحكي أكثر عن مجموعاته القصصية ونحكي عن واقع القراءة في الشمال السوري. خلوني هيك سريعا ابدأ بالتصبيحات مع رضوان زمار. رضوان عم يقول لنا للأسف أحيانا الفقر وتدني الحالة المعيشية بيجبر بعض الأطفال للعمل بأقصى الظروف. أكيد للأسف يعني عمل الأطفال وتحديدا الأطفال الصغار بمهن لا تناسب طفولتهم إطلاقا هو ظلم لهؤلاء الأطفال بشكل أو بآخر. خبرونا هيك عنكم أنتوا بأي عمر بلشتوا بالعمل، وتحديدا أنه إحنا معروف عنا بالمجتمع السوري أنه بالصيف الكثير من العوائل كانت تخلي أطفالها الشبان أنه يشتغلوا إما مع الوالد لياخدوا المصلحة عنه، كانت جدا هاي الامر هذا الامر دارج بالمجتمع السوري. مهند علي هلالي سعد صباحك. علي سيف يقول علي صباح الخير، لا تمر هذا اليوم الا وقد تعلمت فيه شيئا جديدا يضيف لشخصيتك لتكون الاجمل. محمد ابو سطيف عم يقول لنا يا ريت نلغي كلمه عوده طوعيه ونخلي العوده الاجباريه. هلا هناك عوده طوعيه فعلا، خلونا نكون منصفين، اليوم عدد كتير كبير من السوريين بلشوا يفكروا فعليا بالعودة الطوعية، القرار الذاتي منهم أنه هن يتخذوا هذا القرار ويرجعوا إلى الشمال السوري تاركين تركيا وكل هذا التضييق خلفهم ويعودوا إلى الشمال السوري. واليوم تحديدا نحن نقصد هؤلاء بالعودة الطوعية. فؤاد حسان عملنا صباح الخير ولديه استفسار حول المجنسين، هل منعوا من الذهاب لسوريا ولا لا؟ رح نطرح هذا الاستفسار على الناشط الحقوقي طه الغازي. مروان كنعان أيضا يسعد صباحك يا مروان إلك ولكل الأشخاص اللي عم تصبح عليهم. أبو يزن الشامي يسعد صباحكم من ولاية قونية، يسعد صباحك يا أبو يزن. بدي أرجع أقول للأشخاص اللي عم يسمعونا من أنقرة طمنونا عنكم وطمنونا كيف الأجواء بهذا الصباح. زكريا يقول لنا صباح هادئ وأنفاس تحمل اليقين بأن كل ما كتبه الله وسيكتب لنا في كل يوم هو خير، صباحكم مسك إن شاء الله يا رب دائما الخير للجميع ودائما نكون قادرين على احتواء هذه القناة داخلنا اتجاه كل ما يحدث معنا بشكل أو بآخر. عمر الفاروق يسعد صباحك يا عمر. وأيضا شيرين أسمر عملنا الله يصبحكم بأنوار النبي، صباح السعادة والأمل إن شاء الله دائما صباح التفاؤل لإلك يا شيرين. Thank you.
كمان خلوني صبح على سهير الحمدان. سهير عم يقلنا صباحكم معطر برائحة الياسمين، إذا أحسنت لمن أحسن إليك فأنت البر الوفي، وإذا أحسنت لمن لم يحسن إليك فأنت الكريم الخفي، وإذا أحسنت لمن أساء إليك فأنت المؤمن الصفي. التلذذ بالعطاء وقضاء حوائج الناس لا يعرفه سوى أصحاب الأخلاق الكريمة. رسالة رائعة جدا وتعليق رائع منك يا سهير، إن شاء الله دائما كل أيامك فيها خير وسلام وراحة وعطاء أيضا للآخرين. طيب خلونا نرجع لموضوع الموضوع الرئيسي بهي الفقرة، عن أدب الأطفال وواقع القراءة في الشمال السوري، وعن الكاتب المؤلف السوري عمار الأمير الحاصل على جائزة الطيب صالح، بينضم معنا من إدلب. يسعد صباحك أستاذ عمار، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحي. يا أهلا وسهلا فيك، بداية ألف مبروك حصولك على جائزة الطيب صالح أستاذ عمار. خبرنا بداية عن هذه الجائزة وعن القصة، يوميات طفلين أيضا التي حصلت عليها أو من خلالها على جائزة الطيب صالح. تأسست الجائزة في 2010 بتسمع الذكرى السنوية الأولى لوفاة الأديب السوداني الراحل الطيب صالح، وهي موجهة لعموم المتحدثين باللغة العربية في ثلاث مجالات: القصة القصيرة والرواية، ومجال يحدده مجلس الأمناء سنويا. تبلغ قيمة الجائزة تكون 200,000 دولار أمريكي، أطلقتها شركة الهاتف السوداني زين بهدف المحافظة على حياة الأدب وربط الأجيال بالإرث الثقافي العربي. تأتي تسمية الجائزة تكريما للأديب السوداني الذي صنفت روايته موسم الهجرة إلى الشمال كأحد أفضل عمل عربي في التاريخ. جميل جدا، حكيت فكرة مهمة، الحفاظ على هذا الإرث ونقله للأجيال. اليوم وتحديدا أدب الأطفال أستاذ عمار، قبل ما نحكي عن باقي مجموعاتك القصصية، كيف بتقيم واقع أدب الأطفال اليوم بالعالم العربي؟ هل هناك اهتمام، توجه خاص لقصص الأطفال وما إلى ذلك؟ بس في لي مداخلة قبل ما أنتقل إلى سؤالك. أهمية الجائزة بالنسبة إلى سيدتي، ما أنت شاب دور تعمل عمل مدفع وتنشر الأعمال دون مراعاة أصول النشر، حتى بدنا نرى أي كاتب يستطيع أن ينشر عملا بسهولة إن امتلك بعض المال، إنه في المقابل لا يستطيع أن يحصل على جائزة مهمة كالطيب صالح أو الشارقة أو شما مهما كان غنيا. من هنا جاءت أهميتها. والشيء بالشيء يذكر، قلت لكاتبة سودانية مهمة لديك 32 كتاب منشور للأطفال، أستغرب أنك لم تحصلي على جائزة تمنحها دولتكم. فقالت: أنا لم أتجرأ على التقدم إليها، كنت أخاف ألا أفوز بها، وهذا يعني لي سقوطا في بلدي. مجموعتي القصصية الفائزة جاءت بعنوان سام ويم، ضمت 19 قصة، جاءت في 105 من الصفحات، موجهة للفئة العمرية من 8 إلى 12 سنة. تتحدث عن يوميات طفلين اسمهما سام ويم، وهما ولداي الشخصية في العمل، واستعنت بذكريات الطفولة لأخذ الإلهام. أنا لم أعول على طالما أن الواقع ممتلئ حقيقة، واعتمدت على تصعيد الأحداث في كل قصة للكشف على علاقة الشخصية بالشخصيات الثانوية الأخرى، مثل المكتبة، شجرة الكرز، والميزان، والنظارة التي تتحدى الشمس، وألبوم الصور. وقدمت شيء عن إصلاح ذات البين في قصة لعبة الجودو، والابتعاد عن الآلة الحاسبة التي تركن عقول الأطفال كما تركن السيارات الخريبة في قصة أخرى، وطريقة التعامل مع الحيوان من خلال قصة الأرنب الصغير. شرحت شرحا مبسطا عن أجزاء السيارة وعملها في قصة أبي وجد، وفحكة الطفل أثناء النوم في قصة الحركة أثناء النوم. جميل، يعني أنت خاطبت الأطفال بشيء من الواقع وتوجهت إليهم بشيء من الواقع خلال مجموعتك القصصية أستاذ عمار. بشكل عام نعود لسؤالي لك أستاذ عمار، الواقع الأدب الأطفال اليوم في العالم العربي، هل هناك ثغرات معينة؟ هل هناك اليوم تقصير بحق الأطفال في هذا الأدب ولا كيف؟ يفسر أدب الطفل بأنه الأدب الذي يفيد بنقل المعلومة بقالب
بقالب من المتعة والتسلية، ليكون منبعا يساعد في تشكيل ثقافة منذ سنوات العمر الأولى، وينعكس على مسيرة الأطفال من الجنسين في أمورهم الحياتية والدراسية والفكرية، يسبل مواهبهم ووجوههم للسير بخطوات واثقة على دروب المعرفة، حيث يعتبر أدب الطفل وسيلة وأداة تساعد في النهوض بالمجتمع. فإن أردنا أن يكون لدينا منتخبا قويا في لعبة كرة، علينا الاهتمام في القواعد، بدءا من دعم شخصية الطفل وتنمية فكره وإثراء مخيلته. وهذا المثال كرة القدم ينطبق على كل شيء. الطفل هو صفحة بيضاء، نحن بالأب والأم والأقارب والأصدقاء والمدرسة والمجتمع، نحن نكتب على سطوره، وعلينا أن نتحمل هذه المسؤولية ونكتب شيء يستحق أن يكون شخصية هذا الطفل. تمام، جميل. وعلى كل حال علينا أن نتخيل الآن كم من الجرائم ارتكبت بحق الطفل في ثقافتنا العربية، بدءا من الكتاب السيء إلى برامج الأطفال السيئة إلى ترك الأطفال للمدرسة. ليس كل ما يكتب للأطفال يا سيدتي موائم للمعايير العالمية والمقاييس الأدبية لهذا الفن. الكاتب الذي يكون هدفه الربح لن يقدم مفيدا. نقطة مهمة فعلا، ليس كل ما يكتب هو يقرأ إذا فينا نقول، ولازم دائما نكون واعيين وحذرين كأباء وأمهات بانتقاء القصص لأطفالنا ومعرفة الهدف من خلف هذه القصة بشكل أو بآخر. لكنك أستاذ عمار لا تكتب فقط للأطفال، لديك مجموعات قصصية أخرى، خلينا نحكي عن بدايات عمار في الكتابة. أيمتى بدأت بالكتابة وشو هي مجموعتك القصصية؟ نعرف المتابعين أكثر عليك. بالنسبة إلي بدأت الكتابة بعد أن شعرت بنهم شديد بقراءة كل شيء، وساعدني على ذلك أن المركز الثقافي الذي أعتبره بيتي الثاني كان قريبا من منزلي. في سن 20 صار في غرفتي جدار كامل من الكتب، وفي رأسي صار آلاف الجدران من الكتب الإلكترونية. من الكتب الإلكترونية بسبب وجود رفوف وأحيانا بسبب عدم قدرتي على شراء تلك الكتب. تطور أسلوبي طبعا عفوا لم يكن يمر مشهد إلا وأكتب عنه، يعني بأسلوب النثر كنت أحصل على نشوة تفريغ رأسي الطافح بالكلمات، لذلك هنا أدمنت الكتابة. تطور أسلوبي من النثر لأكتب قصة قصيرة جدا، ونشرت كتابي الأول بعنوان شتيمة موصوفة في دار ميسل كائنة في غازي عنتاب. كنت أؤمن أن التاريخ سيكتبه المنتصرون، لذلك حاولت أن أوثق شيء من الحقيقة في قصصي. فالعالم مليء بالأخطاء، علينا أن نؤمن بذلك، فإن رضينا عن العالم توقفنا عن هذا. بالنسبة لبداياتي، جميل جدا، وإن شاء الله دائما يعني تكون متميز ومتألق بكتاباتك مثل ما تعودنا عليك أستاذ عمار بمجموعاتك القصصية. لكن خليني أسألك سؤال، ويمكن بحس هذا السؤال يستحق الكاتب أنه نحن نسأله هذا السؤال. لما بيكون الكاتب عنده عدد من الأعمال سواء مجموعات قصصية أو ما شابه غيرها من الأنواع الأدبية، بفضل أنا أسأل الكاتب أيها أقرب إلى قلبك، مش بالنجاحة أمام عند الجمهور أو الأصداء اللي لاقتها المجموعة القصصية عند الجمهور. أنت كعمار الأمير، أي مجموعة قصصية بتحسها لمستك وحسيت أنك أنت حققت إنجاز ونجاح خلال هاي المجموعة؟ أجيب عن سؤال قبل أن أجيب على سؤالك. بعد شتيمة موصوفة اتجهت لكتاب القصة القصيرة وصدى الموزايك للدراسات والنشر الكائنة في إسطنبول، كتاب عنوان جاسوس الملائكة. قصيرة دعيت من خلالها لكتاب أشبه بسيرة ذاتية عن أبي، عن حياة معتقل، وبالمقابل اعتقله حياة زعيم رئيس طاغية. وكتبته بذلك الكتاب عنية خرجت الحنوة من شفاه الورق، وعن كاتب يكتب أحلام
كلام زوجته وعن أم من شوقها قالت في صلاتها حي فاح. هذه قصص الملائكة. وكتابي بعض قصصا. وكتابي الثالث تحدث عن الكوميديا بلونيها الأسود والأبيض. صدر عن دار موزايك لدراسات تنشر أيضا بعنوان أبو صخر سيرة غير مكتملة. جاءت المجموعة في 188 صفحة عن المتوسط. العدد قصص 38. والكتب شاركت بمعارض عربية مثل أبو الشارقة والسودان ومسقط والدوحة وعمان والقاهرة الحمد لله وبيروت والرياض وعالمية مثل إسطنبول وستوكهولم. سيدتي الكتاب الأقرب إلى قلبي صدقيني كما علاقتي بأولادي أن كلهم أحبهم في مكانة واحدة بالنسبة لي. لكن الكوال له قرب مني. بالإضافة إلى الكتاب الأخير الذي حصلت عليه على من خلاله على الجائزة وهو يتحدث عن قصص أطفالي. إنهم قريبون جدا من قلبي. جميل جدا أستاذ عمار. خلينا نرجع لواقع القراءة. ذكرت أنه أنت بفترة من الفترات صار لديك جدار من الكتب بالإضافة إلى الكتب الإلكترونية وذكرت أمر مهم لصعوبة شراء الكتب وهذا الأمر اليوم نحن نعاني منه جدا في العالم العربي تحديدا والمجتمع السوري بشكل خاص غلاء الكتب وارتفاع أسعارها الشيء اللي بيخلي الكثير منا يبتعد عن شراء الكتب ويتوجه للكتب الإلكترونية بشكل أو بآخر. كيف تقيم موقع القراءة اليوم بمنطقة الشمال السوري تحديدا؟ جوابي في قصة جرت معي عندما تحررت مدينة اثرت البقاء في منزلي لكن بعد استهداف البناء المجاور نزحت لأيام عدت إلى كان كل شيء تقريبا قد سرق من البيت باستثناء الكتب. لا أحد دارن. لا أحد يريدها لا أحد يشتريها في مدينتنا يا سيدتي لا يوجد واحدة وهذا ما يؤرقنا مدمن على قراءة الصحف. هناك بعض المحاولات الجادة مثلا تم تفعيل إعارة الثقافي وهذا شيء جميل لكن أعتقد أننا بحاجة لبعض الانفتاح أكثر. كان هناك محاولة وحيدة وجيدة من القائمين على المدينة بالتقدم خطوة باتجاه تطبيق الأمر الأول الذي نزل على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو اقرأ. وتم إنشاء على ما أعتقد اسمه بوك كافيه لكن أسعار الكتب تقل القلة التي ما زالت تشتري الكتب. نحن علينا إيصال القراءة ليست هواية يعني أنا لما أنه تلعب الشطرنج لي مو هواياتي بس لما أقول لك أنه تقرأين هي نوع هي واجب. ويعني أنا برأيي أنا هناك إعلاميين يجب أن تعني بالأمر وإعلانات طرقي وإلى آخره. للتحفيز أكثر على القراءة وتذكير الناس بأهمية القراءة فعلا اليوم. هل أنت ضد الكتب الإلكترونية أستاذ عمار ولا يعني مع فكرة الكتب الإلكترونية اليوم وخاصة في نقطة مهمة جدا اليوم نعاني منها والكتاب بشكل خاص بيعانوا من هي الفكرة يعني الكتاب يكون متاح على المواقع الإلكترونية وهنا الكتاب يفقد قيمته بشكل أو بآخر هكذا يرى البعض. كيف بتشوف الموضوع أستاذ عمار؟ سيدتي عندما يكون لدي نسخة ورقية من كتاب وفي نفس الوقت لدي نسخة إلكترونية من المعيب أن أترك النسخة الورقية وأقرأ النسخة الإلكترونية. فأنا أحرم نفسي من رأي الكتاب أحرم نفسي من متعة تقليب الأوراق. النسخة الكتاب الإلكتروني مفروضا علينا في مدينة إدلب أو في الشمال السوري بحيث أن الإنسان توجه إلى شيء يهمه أكثر ألا وهو رغيف الخبز. يعني ما هو من المعقول أن يترك طريقة تحصيل لقمة العيش بالنسبة له ولأولاده ويقتني كتابا. فلذلك الكتاب الإلكتروني
موجود وسهل تحميله من النت ويجب أن نقرأه. جميل. طيب خلينا نرجع لعمار الكاتب، عمار الأمير الكاتب، ونعرف شو المحرك الأساسي عندك أستاذ عمار. يعني كل كاتب بتلاقي عنده محرك أساسي وإلهام أساسي للكتابة، متى يكتب عمار الأمير؟ عفوا السؤال ما سمعته. المحرك الأساسي اللي بيدفعك للكتابة أستاذ عمار ما هو؟ نعم، سمعت. يدفعني للكتابة دفعا، مآسي الناس. كنت أخاف أن تنسى، لذلك كتبت في الصفحة الأولى من كتابي الأول شتيمة موصوفة إهداء، قلت فيه: إلى من صارت مآسيهم قصصا لنا أهدي إليهم عملي هذا. جميل. ودائما الإبداع من المنطلق من الألم، أعتقد يعني بشكل شخصي هو يترك بصمة لدى ذاتك ولدى الآخرين أيضا بشكل أو بآخر، وبتحس هذا الإبداع يعني لا يزول إطلاقا. خلينا نحن نرجع بالعودة لواقع القراءة، وذكرت أنه اليوم فعلا قد يكون هنالك خطوات لكنها بعدها خجولة. اليوم الواقع الاقتصادي أيضا سيء في الداخل السوري، هذا الأمر يجعل الناس يعني يبتعدوا عن شراء الكتب واقتناء الكتب مقابل لقمة العيش مثل ما ذكرت. كان في هناك أيضا خطوات جميلة لاحظناها أيضا في الشمال السوري هذا العام، معارض الكتب يلي أقيمت في الشمال السوري، كيف بتقيم هاي المعارض؟ كيف كان تنظيمها؟ كيف كان الإقبال عليها؟ نعم، شاركت بكتبي الثلاثة في المعرض الأول للكتاب في مدينة إدلب. صدقيني كان الخبر قد أثلج صدري وجعلني أطير من الفرحة وجدت أو سمعت ذلك الخبر. كان الإقبال جميل جدا، يعني صحيح أنه نوعي لكنه كان جميل جدا. أنا كنت موجود في القسم، قسم موزايك، لأن كتبي الثلاثة موجودة. فكم أسعدني أنه ما زال هناك عائلة، رجل وأطفاله يبحثون في الكتب ويشتروا، شيء جميل. يعني هذا يفتح الدروب إلى مشاريع قادمة إن شاء الله. مدينة إدلب يعني تقريبا صحيح أنها بطيئة لكنها ستصل. طيب أنا إيماني بذلك، مثلا الآن معرض الزهور، يعني كله يساهم في إيجاد صورة جميلة أو رسمة جميلة لمدينة. تماما، وهذا الشيء ملموس جدا، حب الحياة، الرغبة بالحياة، وإثبات هذا الشيء من خلال الكثير من الخطوات اللي اليوم فعلا تقام في الداخل السوري. خلينا نعرف منك أستاذ عمار، شو مشاريعك القادمة؟ ماذا تخبئ لنا؟ مشاريع القادمة: أعمل على كتاب ثاني للأطفال بعنوان الآن وهي مولودتي الجديدة، وأنا بصدد نشر كتابي السادس بعنوان قارئ الندوب، انتهيت منه مؤخرا والآن أحاول أن أجد دار مناسبة لنشر العمل. هي أيضا مجموعة قصصية؟ نعم، مجموعة قصصية، قصة قصيرة يعني. لكني سأعود إلى قصيرة جدا في قادمات الأيام. القصة القصيرة جدا هي القصة السريعة التي تصيب عقل القارئ بسرعة، تصيبه فورا، عبارة عن مشهد، لوحة صح التعبير. طيب خلينا نوجه نصيحة للمشاهدين، ودائما بيتم الحديث عن هذا الموضوع كل ما تحدثنا عن الأدب، لدي موهبة وأكتب لكن لا أعرف من أين أبدأ مثلا في الكتابة، لا أعرف كيف أنمي هذه الموهبة لدي، برأيك أستاذ عمار ونصيحتك للمتابعين اللي فعلا بيمتلكوا هاي الملكة، ملكة الكتابة، كيف ممكن يبلشوا بمشاريعهم الأدبية؟ شو هي الخطوات اللي لازم فعلا يتخذوها قبل ما يفكروا أنه هن يمسكوا القلم ويكتبوا
أعمالهم الأدبية الأولى؟ صدقيني لن يستطيع الكاتب أو من يطمح أن يكون كاتب أن يكتب إلا إذا ود بقراءات كثيرة جدا. يجب أن يقرأ 1000 و2000 كتاب حتى يقول أني أريد أن أصبح كاتبا. لن تستطيع أن تتقدم إلا إذا تزودت بقراءة الكتب، والبدء بالقرآن الكريم الذي يقوم ويغني بالكلمات والمعاني، ثم انتقال إلى أمهات الكتب، مثلا لا على سبيل الحصر مقدمة ابن خلدون، العقد الفريد، ألف ليلة وليلة إلى آخره. إلى الآداب، أنا يا سيدتي كنت مثلا أقرأ لعبد الرحمن حنا مينا دوستويفسكي، أقرأ كل ما كتبه هذا الكاتب، لا أنتقل حتى لو شعرت بالملل بنفس الأسلوب، لكن لا أترك الكاتب إلا إذا قرأت كل كتبه. وصولا إلى الأدب العربي واللاتيني وحتى الروسي بغض النظر عن شيطان الدولة الروسية، ثم البحث عن هوية وإيجاد الذات بمجال أدبي ما، والصبر. فالعمل المنتهي، العمل المنتهي، أنت أدرى حضرتك كاتبة ونشرنا نفسها، فالعمل المنتهي بعد آلاف القراءات من الكاتب بحاجة إلى تحرير وأسلوبي وعلمي ومضموني إلى أن يرى النور. أنا أتمنى من أي إنسان يريد أن يكتب أن يقرأ ويصبر حتى يخرج عمله إلى النور. تمام، جميل جدا. حبيت الجملة اللي قلتها، الكاتب لا ينتقي الأعمال، هو يعني ملزم أنه يقرأ الكثير وملزم يقرأ كل الأنواع وكل، وذكرت الأدب الروسي، يعني الأدب الروسي من أعظم إذا بدنا نحكي الروايات الروسية والأعمال الروسية، هي أعمال عظيمة جدا ولديهم مخيلة رائعة جدا برأيي. بعيدا عن موضوع الترجمة، بعض الأوقات نحن ككتاب يمكن نتوقف عن موضوع الترجمة أنه تفقد القيمة الجمالية واللغوية والأدبية بكثير من الأحيان. بدي أتمنى لك كل التوفيق أستاذ عمار الأمير الكاتب أو المؤلف السوري، شكرا كثير لانضمامك، يسعد صباحك عن جديد. شكرا لك وكل المستمعين، يسعد صباحك عن جديد وألف مبروك مجددا أستاذ عمار الأمير. يعني وقفة أدبية كانت هيك، عملنا بريك أدبي بين الأخبار التي تعوج بها رأس السوريين اليوم في تركيا، فيما سيكون فيما قادم الأيام شو تحمل للسوريين بشكل أو بآخر. يعني الكثير من التصريحات اللي فعلا اليوم بلشت هيك تخوف عدد كبير من السوريين، لكن اليوم إن شاء الله بعد قليل أو بعد دقائق على 11 راح نفند هذه التصريحات ونحكي أكثر عن العودة الطوعية بالنسبة للسوريين إلى الداخل السوري. شو ماذا ستقدم الحكومة التركية؟ ما الفرق بين مشروع الحكومة التركية وبين أنه أنا أرجع بعودة طوعية ذاتية فعلا من قرارة نفسي وذاتي، سجل اسمي وقرر الرحيل من تركيا؟ كثير من التفاصيل رح نحكي فيها حول هذا الموضوع. قبل ما ننتقل لفاصل، خلوني صبح على الأشخاص اللي معنا على الفيسبوك. محمد نور مصري، سعد صباحك، وأيضا رجب عاشوري، سعد صباحك يا رجب. فاصل قصير ونعود لصباحك مسك.